سيدي هذا السيد هذا خالو كيعطي يعطيوه يهضر للدري خويا كيقول لك اش هذا السيد كتشوفوه كان جينا هنا كنسول فيه ما كنلقاش ملي ما لقيتش قال لي السيد سير سول فيه مشيت عندهم للمدينه هنا حدا المارشي القديم عطى الشركه اييه البطل اللي كيتسخر كيتسخر عطوني النمره ديالو هضرت معاه قال لي راه يلاه هاني في لحد سوالم قال لي غير كون هاني راه كاين جيت فحالي عيطت على خالو قلت ليه السيد راه كاين قال لك صافي كان عطي ما نعطي ونعاود نجي لهنا ما كنلقى والو وقال لي السيد اللي عطاني النمره قال لي غير كون هاني راه اللي كان انا تكون في راسي من بعد ملي كتعيط هذاك السيد كتبقى التليفون ديالك مطفي هذا جيت كتير هنا نقلب كنجي ديما كنجي ولكن ما كنلقى والو ولكن بعد ما مشيت لعند هذاك السيد اللي مسؤول كيتسخر صافي تيقنت بانه السيد راه شافو راه غير هذاك اللي داخل ما بغى يشوف حد صافي وقعدت وريحت انا صافي المهم خذوا لاكارت هنا مشاو للبلاد مشاو للبلاد عندهم داو التصاور ديالو وراهم الوالدين عاد بس قنا حنا الاخبار قبل ما نسيق الاخبار عيطت عليا مو قالت لي راه التليفون ديال فلان ما كيجاوبنيش عافاك شوف كيفاش دير قلت انا كنعرف هذاك الدري صحابو انا كنعرفهم غادي نعيط ليهم عيطت على خو هذا ما عديش تليفون عيطت ليه قلت لي عافاك لما قول لخوك داك حميد راه ما كيجاوبش راه مو عيطت عليا من مراكش قالت لي ما كيجاوبش قال لي واخا غنقولها ليه قالها ليه مشى جا هنا دقت عليا ما جاوبو حتى واحد رجع مشى عندهم الشركه عطاه شي واحد التليفون ديال داك اللي كيتسخر مشى عندهم الاداره قال لي هاد التليفون راه كاين مشى عند واحد عيط ليه هذا قال لي ودي راه كاين راه باقي حي راه يلا خرجت من عنده انا راني في السوالم راني كنت عدو دابا كنت عدو في السوالم راه كون هاني عيط لي هذا قال لي كون هاني عيطت انا على اختي قلت لها بنتي راه حي راه اييه قال لي راه على التليفون ديالو اللي خاسر اذا شحال المده انتم ما تواصلتوا معاه اتصلنا معاه ملي قول ملي يلا بدا رمضان شي 10 ايام وهذه كتعيط لي وقبل رمضان شي حاجه وهي كتعيط لي وانا كنشوف كيفاش لقى تليفونات هادو باش نعيط ليهم ما عرفتهمش بقيت تلقيت التليفون ديال خوه عيط ليه هو يعيط علي عاده جا هنا هاد السيد ملي عيط ليهم انا جا هو هنا دقت عليا ما جاوب واحد مشاق رجع عاد السيد اللي خدموا معاهم ملي رجع السيد اللي خدم قال لي ودي انا ما عرفت ما تعرفت مشى ولا سول على الاداره ديالهم مشى عندها عطاو التليفون ديال هذاك السيد اللي كيتسخر جا عيط ليه قال لي انت فلان فينا هو قال لي ودي فلان انا يلا خرجت من عنده قال لي لا راه ما كيجاوبش التليفون قال لي لا هاد التليفون ديالو خاسر انا يلا خرجت عندو راه بخير وعلى خير هزيت انا عيط لي خوه هزيت التليفون عيط لاختي قلت لي لا راه باقي حي راه التليفون ديالو اللي خاسر هذاك الشيء اللي مشينا عاد مشاو الجدرميه لعند اختي لمراكش قالوا لي واش هاد التصويره ديال ولدك قلت لهم هي جروا ولدها الاتساع قالوا لي ودي هذاك راه مات شحال هذا راه لقاو على العظام عيطت عليا كتبكي قلت لها ما يمكنش انا قلت لها يلا كان عندي خو هذاك السيد على البارح فعلا كان عندي البارح سولته قال لي راه باقي راه هادشي اللي قالوا لخويا راه باقي حي سيدي انا نهز التليفون عيط له هذا على خو هذا عيط قال لي راه قلت لها وكيفاش جابوا لك التصويره وداك الشيء قلت لي راه جر ولدي الاتساع وقالوا راه مات راه بقاو على العظام راه كالوه الكلاب ولا كيطرى ليه صافي وجينا هنا اليوم جات اختي وجيت وصلت عليها تنان انا عمري ما جيت هنا نهائيا ما نعرفش هاد البلاصه كاع صافي اللي عطى الله هو هذا هما دابا هاد السيد اللي كيتسخر واش 3 شهور السيد هو ميت هنا وتكالوه الكلاب وهاد الشركه ما قالش راه العساس ديالنا اشكال ولا اشرب ولا اشكادها ولا كيفاش ولا هذا ما يمكنش هذاك اللي كيتسخر خاصو يدي الخبر سيد واش ميت ولا حي ما يخليش بحالك ما عرفناش حنا كيفاش هاد القتل ديالو نطلبوا بجلاله الملك باش هاد الشيء يكون عليه بحث كثير نشوفوا هاد الموت ديال هاد السيد كيفاش دايره خاصو الحق ديالو كيفاش يبقى هما دايرين واحد يتسخر ويبقى تياكلوا الكلاب وما جبت واحد خبار و 3 شهور ما يمكنش هذا راه ظلم وليد شهرين وانا ندور ليه مات لي رجلي كان يدوي معايا وكان عيط عليا يدوي معايا شهرين وقطع مات لي لا شهر كاع ولا ثلاثه كاع لا شهرين ونص كاع ولا ثلاثه ملي عيط على خويا
عيطت على خويا قلت له شوف واش هو حميد ميت ولا حي، راني كنعيط نصوني ليه وما ترد لياش. قال لي باقا دابا نسول ليه صحابو راه كيمشيو عندو. ملي ثاني قعدت شحال وعيط عليه قال لك راه لاباس عليه راه باغي يجي عندك، قال لي تفوت رمضان ونمشي عندك. يا سيدي انا هذاك هو اللي نافعني، هو اللي مهلي فيا انا ولادي كلهم عازين جوج وعندي غا هو، ما عندي لا راجل لا غير ما غير هو. بغيت انا نخدم ياكل ياخذ يا حقي انا، ماشي يمكن ما كاين لي ياكلني ما كاين لي يشربني ما كاين لي يصير عليا، هو اللي كان رافدني هو اللي كان يصير عليا. واش هاد الولد 3 شهور ولا شهرين؟ قال لي شهرين هو ميت، واخا يكون واحد ما عاد فين كاين كاع، حتى واحد ما جاب خبار على هذاك الشغل مالو بحق احمق، ما قال غدا دا فلوس، ما قال كان، ما قال شرب، ما قال حتى حاجه. طلبوا من الله من المخزن من الخزن زلت الملك يدير تحقيق في هادشي، نشوفوا هادشي كيفاش هادشي واش نقيت بخاطره ولا بلا خاطر ولا الله والعالم. او 3 شهور فين كان السخر ديال الشركه اللي جاوا جمعوا فيه العظام ما تلاقوا فيه ما يرفدوا. هادشي راه بزاف هادشي، هادشي خاص يكون فيه تحقيق. اي راه هادشي خاص يكون بزاف. اي وكيل الملك يدير الحق يدير فيه تحقيق، نطلبوا حقنا في هاد السيد راه ضاع علينا، راه 3 شهور هادي ولا 4 شهور هو باش ميت، كالوها الكلاب، وراه كنطلبوا حقنا من الشركه. وهاد الشيء راه تكرفص علينا بزاف، وراه الوالده تاهي راه مكرفصه بقى فيها الحال بزاف، وهاد السيد راه ميت مع 3 شهور ولا 4 وراه ما جاب حتى واحد خبار، وراه كالوها الكلاب وقال لك اسدي راه ميت شي شهر ولا شهرين. 3 شهور وهاد 3 شهور ما جاش عنده، هاد السيد اش ياكل؟ لا ما جاب ليه فلوس، ما جاب ليه ماكله، ما جاب ليه والو. ما غاديش هو عساس الليل والنهار، خاصو هذاك السيد المسؤول هو اللي مسؤول على هذا الشيء. واليوم نشكروا رجال الدراك اللي خدموا وداو الخبار حتى لمراكش، ومراكش هو وصلنا حنا الخبار، وجينا هنايا ونطلبوا جلالة الملك والسلطة تنفذ السلطة كلها، هي تنفذ التحقيق على المجهود اللي دارت تزيد تكمل. واليوم راه قال لنا هذوك العظام ديالو داو المختبر يتاكدوا واش هو ولا ما هو، وغادي نديروا التحاليل لمو ونشوفوا واش هو ولا ما هو، عاد نتاكدوا مزيان. دابا مازال ما تاكدناش واش هو ولا ما هو. ها السيدي الحضره اللي سمعنا سيدي من 24 رمضان قال لك راه كاين السيد، راه جينا عندو السيد المسؤول ديال الشركه الجيرو ديال الشركه، قال لك كنجي عندو وهو ما عمرو وصلو. من ثم الى يومنا هذا تجاتنا الخبر مع رجال الدرك، واليوم كنشكروا وكيل جلاله الملك ورجال الدرك والناس اللي قايمين معنا في العمل، الله يجازيهم بخير يديروا المجهودات ديالهم، لانهم دخلوا لنا لقاو السيد رجال الدرك دخلوا لقاو السيد على العظومه على الهيكل اللي بقى، ما بقاش فيه العظومه اللحم ديالو كله تكلى، واش الله اعلم الشكلاه الله اعلم. واليوم راه هزوه في ميكا خاصها يديروا ليه التحاليل واش هو ولا ماشي هو، الله يجازيكم بخير. وكنشكر السلطه اللي واقفه معنا وقايمه معنا في المجهودات ديالها.